السلام عليكم. قاديروف الشيشان نفذت خطة الثابئة بنسبة 254%. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف أن الجمهورية نفذت خطة التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في البلاد بنسبة 254%. وكتب قاديروف على التليجرام أنه عقد يوم الخميس اجتماعا حول استدعاء سكان الشيشان للخدمة العسكرية في إثارة التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، وأكد أنه تم تنفيذ الخطة في جمهورية الشيشان بنسبة 254%. وأشار إلى أنه تم تحقيق ذلك في وقت سابق، حيث تم تشكيل وحدات جديدة للقوات المسلحة حتى قبل التعبئة. وأضاف أن الجمهورية تمتلك احتياط من الآلاف المتطوعين المستعدين للالتحاق بالجيش الروسي في حال الضرورة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.